بدأت تنكشف صفقات وأطماع أردوغان يوما بعد يوم، وذلك على خلفية تبعات اتفاق رئيس حكومة الصخيرات فايز السراج مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الذي يستغله الأخير لخدمة مصالح بلاده الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق البحري الذي لم يكن مجرد اتفاق كما روجت له أنقرة، بل تم استخدامه من قبل نظام أردوغان لنهب ثروات ليبيا. وفي هذا الصدد كشف تقرير مطول أصدرته صحيفة زمان التركية أن مسؤولين بحكومة الصخيرات يعترفون علنا بسيطرة أردوغان على ثروات البلاد عبر الاتفاقيات البحرية المبرمة مع أنقرة بشأن إدارة الشحنات البحرية، مشيرا إلى أن أنقرة أصبحت تتحكم في واردات الموانئ الليبية بواسطة رجل أعمال مقرب من أردوغان، حسبما أورد موقع أفريكا انتلجنس المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والاستراتيجية. وبحسب ما أكده الموقع، فإنه حصل على قرار صدر عن الجمارك الليبية بطرابلس في 20 يوليو الماضي يقضي بالتعاقد مع جهة خارجية لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية، ليتضح أن هذه الجهة الخارجية هي شركة تركية يديرها أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان. إذ تمنح الجمارك الليبية إشرافا غير مسبوق للشركة التركية على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، كما كشفت وثائق مسربة عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا، حيث دفع السراج 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة. وبهذا تعد العلاقات بين حكومة الصخيرات وتركيا اضطرارية، وتدخل أنقرة في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خططها الاقتصادية بالمنطقة، فضلا عن استغلال تركيا للمتشددين في ليبيا من أجل الضغط على السراج للرضوخ لمطالب أنقرة المالية، بما يؤكد سياسة تركيا القائمة على المصالح حتى مع أقرب حلفائها.